السلام عليكم، أنا محمد غنايم. تمر فترات على المرء يشعر فيها أن الهموم تكالبت عليه، فيكون مهموما ونفسه ضائقة وحائر ومتوتر، ولسان حاله يقول مللت مللت، كيف السبيل إلى النهاية دلني؟ أخي الحبيب، أختي الفاضلة، لا تخبرني أنك لم تتعود على تلك الصعوبات، لأنها لم تعد شيئا جديدا عليك، لذلك هون عليك ولا تحزن. أتعلم لماذا؟ لأن أي مصيبة ستصيبك هي بقضاء الله وقدره. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. الكثير منا مهموم جدا، خصوصا هذه الفترة بالذات من السنة، ربما بسبب الدراسة أو الاختبارات أو العمل أو أي شيء آخر. لذلك أحببت في هذا الموضوع أن أذكرك بالصورة كاملة. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. قال العلماء في تفسير هذه الآية أن الإنسان يخلق مكابدا في الدنيا ومكابدا للآخرة، فإذا كنا في حياة أصلها اختبار، فكيف نعطي الاختبارات وصعوبات صنعها البشر أهمية كبيرة في حياتنا؟ كنت يوما مارا بسيارتي في إحدى المناطق المرتفعة في مدينة طرابزون، أوقفت السيارة جانبا وأخذت أنظر للمكان من تحتي، وسألت صديقي: كم تعتقد يوجد من البشر هناك؟ كم تعتقد من المشاكل والهموم يوجد في ذلك المكان؟ قال صديقي: ربما الآلاف. قلت له: لكن هنا الآن لا نسمع سوى الصمت ولا نرى سوى الجمال، فأين مشاكلهم وهمومهم؟ لا أسمعها ولا أراها. فمشاكلك وهمومك لك وبك وعليك، ولا يكترث بها أحد سواك، فإذا تعاظمت المشاكل والهموم عليك وشاهدك الناس لن يروا فيك سوى الصمت ولن يعلموا ما بداخلك، فلا تحزن واصبر. يقول الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالدنيا أخي الحبيب لا تساوي عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة، تخيل. فلا تجعل الدنيا همك، ولا تندم وتتحسر على ما فاتك منها، بل اجعل همك للآخرة، لأن هناك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ونحن مقبلين على شهر رمضان، فاجعل للحكاية بقية، وتذكر دائما: كن مقبلا على مشاكلك وهمومك وواجهها بشجاعة، فإذا تمكنت من تخطيها كان به والحمد لله، وإذا لم تتمكن من تخطيها كفاك شرف المحاولة والحمد لله، ودمتم في أمان الله. لا تدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. لا تدري من